أتكلم بتفصيل مبسط عن الأسماء وتركيبة الكوردز الموجودة في السي ميجر سكيل. أولا الكوردز الموجودة في السي ميجر سكيل: سي ميجر، دي ماينر، اي ماينر، اف ميجر، جي ميجر، اي ماينر، بعدين بي ماينر فلات فيفت، الكوردز اللي عزفناهم على الفريت بورد يتكونوا من ثلاثة أنواع: ميجر، ماينر، ماينر فلات فيفت. طبعا في أي ميجر كورد يتكون من ثلاثة نوتس أساسية: النوت الأولى تسمى روت، النوت الثالثة ثيرد، النوت الخامسة فيفت. مثلا في السي ميجر أن السي هو الروت أو هو الأساس، أن النوت الثالثة اللي هي إي، النوتة الخامسة اللي هي جي. هذه النوتس نلقوها على الفريت بورد كلها: روت ثيرد فيفت، روت ثيرد فيفت، روت ثيرد فيفت. إذا في سي ميجر سكيل أو سلم السي ميجر عندنا ثلاثة أنواع من الميجر كوردز، أو ثلاثة كوردز هما ميجر يكونوا: أولا سي، ثاني شيء اف، بعدها جي. قلنا مكونات السي: سي، اي، جي، روت ثيرد فيفت. نجول الاف، عندنا اف اي سي، الروت هو اف، الثيرد هو اي، الفيفت هو سي. جو كورد جي او جي ميجر، عندنا الروت هو جي، الثيرد هو بي، اما الفيفت هو دي. ماينر كوردز، بالنسبة للماينر كوردز ناخده كمثال الاي ماينر. اي ماينر كورد يتكون من روت، وعندنا فلات ثيرد او ماينر ثيرد، اي ثالث، النوتة الثالثة نوخروها درجة، مش زي ما في الميجر، الميجر تكون ثالثة طبيعية، اما في الماينر تكون مؤخرة درجة، فلات ماينر ثيرد. تمام، عندنا روت، عندنا ماينر ثيرد، بعدها عندنا فيفت. في سلم سي ميجر عندنا ثلاثة كوردز يكونوا ماينر. تمام، عندنا أول نوتة أول كورد يكون دي ماينر، بعد إي ماينر، بعد أي ماينر. نبدأ بتركيبهم. أولا الأي ماينر يتكون من، قلنا، من ثلاثة نوتس: الأولى أي روت، الماينر ثيرد هي سي، أما بالنسبة للفيفت إي. بالنسبة للدي ماينر يتكون من دي روت، فلات ثيرد إف، أما بالنسبة للفيفت أي. بالنسبة للإي ماينر عندنا روت إي، بعد فلات ثيرد اللي هو جي، بعدين عندنا البي هي الفيفت. بالنسبة لآخر كورد أو الكورد اللي يكون في الدرجة السابعة على السلم السي ميجر هو بي ماينر فلات فيفت، وهو الكورد الوحيد اللي يكون ماينر فلات فيفت على السلم السي ميجر. مكوناته: بي روت، عندنا ماينر ثيرد اللي النوتة تكون دي، وعندنا فلات فيفت أو ماينر فيفت، يعني مش هتكون عندنا النوتة الخامسة طبيعية هنا، هتكون عندنا هنا. خلاصة من الفيديو تعلمنا ان الكوردز على السي ميجر سكيل تمشي بتراتبية او بدرجات: اول كورد يكون سي ميجر، تاني كورد يكون دي ماينر، الثالث اي ماينر، الرابع اف ميجر، الخامس جي ميجر، السادس اي ماينر، اما بالنسبة للسابع والاخير يكون بي ماينر فلات فيفت.
أوكي، هذا كان كل شيء بالنسبة للفيديو، نتمنى أن الجميع يستفيد. تشاو تشاو.